أنا من المنوفية، من المنوفية، من بلد رئيس الجمهورية، من طاليا، هو من طاليا أساسا، بلد اسمها طاليا، مركز عشمون، مركز عشمون جريس. بتطالبي بأي حاجة بقى؟ بطالب بإقالته من المجلس، ما يبقاش واحد جاسوس زي ده يبقى في مجلس الشعب، ده جاسوس، ده جاسوس ما يبقاش في مجلس الشعب مع ناس حرة، دي ناس حرة 600 واحد في المجلس، دول أشراف بيخافوا على بلدهم ودافعوا على بلدهم، ما يبقاش واحد حاطط إيده في إيد واحد إسرائيلي ويقعد معاهم في المجلس. أنت من الدايرة بتاعته يا حاجة؟ أنا ولا أعرفه أساسا، أنا كنا بننزل له مساير، كنا بننزل له كان بننزل له مساير عشان نقصه. مش حاجة. بقول لهم ان انتوا رجاله وبتفهمهم وعارفين مصلحه مصر فين، انما اللي بيتاجر بمصر بالشعارات. عبد الناصر دمر مصر، عبد الناصر ساب مصر مهزومه في 67 غلق قناه السويس، ساب 3 مليون كيلو من مساحه مصر. يا وطني يا ابن احنا عايشين على تلت مصر بسبب عبد الناصر.